يا اختي انا نسيت نضاره النظر فوق، قولي لي انهي واحد بتاع الشمس فيهم. طب ما اجيب لك النضاره من فوق اسهل. وانت مش عارفاهم من بعض يا اختي؟ امال جامعات ايه وشهادات ايه؟ قولي لاختك الصغيره. اتفضلي. شكرا. على فكره انا مش نازله هنا عشان اقعد اتفرج عليكي بتحطي سان بلوك. خلاص يا حبيبتي اطلعي فوق لحد لما اخلص البلوكه بتاعتي وابعت الخدامين يندهولك لما اخلص. بصوا بقى انا جايه هنا قاعده معاكوا علشان كلنا نصفي نيتنا بعد اللي حصل امبارح. بصراحه بقى كل واحده فيكوا مدينه للتانيه باعتذار. لا يا حبيبتي انا مش مديونه لحد، انا صاحبه حق. انا ما احبش حد يدوس على طرفي ولا على طرف اخواتي ابدا. والنهارده جايين ياكلوا معانا لقمه وهخلي ابوكم يقول لكم الكلام ده بعضمه لسانه. هم مين دول اللي جايين؟ اخوات حمجي وصفه ومرات حمجي واخوها ومراته، واعتبروهم بقيه العيله. جايين هنا؟ امال جايين بيت اختهم يا حبيبتي يا بنت الغالي. رشا نسرين عايزاكي. يا اختي ايه؟ هو متحرم عليكوا هنا صباح الخير وصباح النور في الفيلا دي؟ في ايه؟ في الفيلا. الله صباح النور يا حبيبتي، راجعلك حالا يا شوشات. قومي يا رشا شوفي عايزاه. عايزه اشوف حد ولا عايزه اكلم حد؟ انا هسيب البيت كله بسبب اختك. اخواتي بقى ما يستطعموش اكل حد ابدا الا من ايدي انا. على فكره بابا عارف ان انا بشرب سجاير، انا بس ما بشربش قدامه. يا سلام مستكتره يعني تقولي لي ما اقولوش؟ بصي يا اختي انا فيا العبر، عارفه ان لساني طول الحيه اللي تتلف حوالين رقبه اللي مضايقني لحد لما تفطس. وما انكرش كمان يا اختي اللي يدوس عليا ولا يدوس على اخواتي انط في كرش واجيب داخل. بس فيا ميزه بقى حلوه قوي 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 اتعلمتها من صغري، حكمان انا رحت مدارس، خرجت من رابعه ابتدائي، اتعلمت ان الفتنه اشد من القتل. ما اقدرش افتن ابدا وما اقدرش اكشف سر اللي ستره ربنا. يا اختي احنا ولايه، مهما تنمردنا ومهما كان الجبروت فينا وكد النسا فينا، حته كشف الستر دي هي دي اللي تقتلنا. سرك كبير يا حبيبتي. وسر ايه ان شاء الله ان انت تعرفيه؟ انت تعرفي ايه عني اصلا؟ يا اختي الدنيا دي هي قد خرم الابره. اوه ما تجيبي من الاخر بقى. طلعلي في الفنجان مكشوف عني الحجاب. بصي يا ستي اللهم صل على النبي، بشوفك كده هوت بتضربي علقه موت من واد واطي ابن واطيه، لا ليه مله ولا دين. بعد ما اخذ منك اعز ما تملكي قال ايه؟ بيبصبص لواحده يمكن تكون اقل مني، وقال ايه عايز يتجوزها ويرميكي رميه الكلاب، وعايز كمان يذبح حته اللحمه اللي في حشاكي. اللي زي ده ما يتبكيش عليه، اتكسر وراه 100 قله. من فضلك قولي لي انت تعرفي الكلام ده منين؟ قومي يا اختي وانا اقول. قومي.